سنكمل المحاضرة الثانية، المعادلات والمتباينات الخطية. اليوم سنتكلم عن المتباينات الخطية، وهي تشبه إلى درجة كبيرة المعادلات الخطية بنفس الطريقة تقريبا، لكن المتباينة الخطية هي عبارة عن طرفين يفصل بينهما إشارة أكبر، كما ترون بينهما إشارة أكبر أو أصغر، أو أحد الإشارات الأربعة أكبر أصغر، هذه تسمى متباينة. لماذا سميت خطية؟ تسمى خطية مثل هاي المتباينة، تسمى خطية لأنه X لوحدها أس واحد، ليس عليها تربيع وليس عليها أي أس أو تكعيبي. المتغير هنا X. الآن ما معنى حل المتباينة؟ حل المتباينة معنى إيجاد قيم X التي تجعل الطرفين، تجعل هذه المتباينة صحيحة. ليس الجواب ليس قيمة واحدة، ولكن جواب قيم كثيرة، يعني على شكل فترة، يكون الجواب على شكل فترة كما سنرى عند حل المثال. الآن ما هي الأشياء المسموح استخدامها؟ مسموح أن نضيف للطرفين أي مقدار ثابت أو نطرح، ويجوز أيضا أن نضرب بأي عدد موجب أو نقسم، بس شرط يكون العدد موجب، تبقى المتباينة صحيحة. والخاصية الثالثة، إذا احتجنا أن نضرب بعدد سالب أو نقسم على عدد سالب الطرفين، فإن إشارة أكبر تصبح أصغر، يعني نعكس اتجاه المتباينة، أكبر تصبح أصغر. متى تعكس اتجاه المتباينة؟ إذا كان قسمنا أو ضربنا الطرفين بعدد سالب. الآن سنحل هذا المثال. 8% X ناقص 20 يساوي 28. كيف نتخلص من العشرين هنا؟ يمكن ذلك بإضافة 20 للطرفين، فضفنا 20 للطرف الأيمن و20 للطرف الأيسر. 20 مع 20 بتروح، يبقى 8% إكس أكبر أو يساوي 48. كيف جت 48؟ قسمنا، طرحنا 28 زائد 20، 28 زائد 20 طلع 48. الآن نقسم الطرفين على 8% للتخلص من 8% اللي جنب X. بتروح مع بعض، 48 تقسيم 8% ممكن استخدام الآلة بيكون جواب 600. إذا مجموعة الحل، هذه مجموعة الحل، X أكبر أو يساوي 600. شو يعني؟ يعني جميع الأعداد من 600 إلى ما لا نهاية، وهي فترة مغلقة. لماذا وضعت فترة مغلقة؟ لأن هون أكبر أو يساوي، لو كان أكبر بدون يساوي بنعملها فترة مفتوحة كما درسنا سابقا. الآن نشوف هذا المثال. هون في ثلاث أمثلة، في متباينات خطية، كلهم متباينات خطية. الأولى لحلها يجب أن نتخلص أولا من العدد 2، وهو موجب، موجب 2. كيف نتخلص منه؟ بطرح 2 من الطرفين، إذا هون ناقص 2 ومن هون ناقص 2، ماذا يصبح؟ 2 ناقص 2 0، يبقى 8 5x. 10 ناقص 2 8. الآن كيف نتخلص من العدد 5؟ يمكن ذلك بالقسمة على 5، نقسم هنا على 5 والجهة الثانية على 5، بتروح الخمسة مع الخمسة، بضل X أقل من 8 على 5، وهو الحل. إذا ما هو الحل؟ X أقل من 8 على 5. الآن يمكن وضع الحل على خط الأعداد، هاي 8 على 5 هنا، أقل من 8 على 5 بأي جهة؟ من جهة اليسار.
اكس اقل من 8 اخماس، يعني هذه الجهه. اذا هذه مجموعه الحل، كل الاعداد الاصغر من 8 اخماس. اذا الجواب من سالم ما لا نهايه الى 8 على 5، وهي فتره مفتوحه. لماذا؟ لانه هنا ما في او يساوي، مكتوب هون اصغر فقط بدون او يساوي. الان المثال الثاني نفس الطريقة، علينا فقط اولا ازالة الاقواس. عندنا هون 3 تضرب في القوس 3، نضربها في القوس تصير بتوزع 3 ضرب اكس 3 في 1، 3 ضرب اكس 3 اكس، 3 في 1 3. الان طرحنا من الجهتين 5 لنتخلص من هذه 5، نطرح من هون 5 من هون 5، 5 مع 5 بتروح، بضل عندنا سالب 2 اكس اقل من 3 اكس، 3 موجب ناقص 5، 3 موجب ناقص 5 بيطلع معنا اللي هي سالب 2. اذا هاي بنصلحها، هاي خطأ هون، لازم تكون هاي سالب 2. ضبطوها عندكو بالكتاب. الان بعد ما وصلنا هيك بنطرح من الطرفين 3 اكس، نطرح من الطرفين 3 اكس مشان يصير الاكس عند الاكس. فمن هون سالب 3 اكس ومن هون سالب 3 اكس بصير سالب 5 اكس، وهون بتروح مع بعض 3 اكس مع 3 اكس بضل عندنا سالب 2. احنا قلنا 8 بتصير سالب 2. اذا الجواب هلا بنقسم على سالب 5، نقسم الطرفين. طبعا ما احنا ما ننسى فوق، قلنا لكم اذا قسمنا على سالب، اذا قسمنا على سالب نعكس الاتجاه، وهي نحتجناها هون. الان بنقسم الجهتين على سالب 5، سالب 5 فبتصير هون اكس، وهون سالب على سالب بصير موجب، بصير عندنا 2 على 5. قسمنا الجهتين على سالب 5، راحت السالب 5 مع السالب 5، وسالب 2 على سالب 5 بروح السالب مع السالب بضل 2 على 5. اذا هذا الجواب طبعا هون الحل اللي موجود المطبوع خطأ، الرقم بس خطأ. الحل مش بنسى، اذا من موجب 2 على 5، من 2 على 5 الى ما لا نهاية. طبعا الفترة مغلقة، ليش؟ لانه هون في يساوي. اذا اي عدد اكبر من 2 على 5 يحقق المتباينة المذكور بالاعلى. بإمكانكم تعوضوا أرقام وتشوفوا إنه فعلا هذا هو الحل الصحيح. إذا ممكن نرسمه كمان على الخط، من أي عدد أكبر من 2 على 5 إلى ما لا نهاية. المثال الأخير هنا 7 إكس ناقص 2 محصور بين الرقمين سالب 2 و 5. هون في 3 أطراف، بإمكاننا نعمل أي شيء بس بشرط أن نضيف إلى جميع الأطراف، أو نطرح من جميع الأطراف، أو نقسم على جميع الأطراف. فمثلا كيف نجعل X لوحدها في الوسط؟ في البداية علينا أن نتخلص من العدد سالب 2. كيف؟ بنضيف 2، بنضيف 2 لكل الأطراف، هون بنضيف 2 وبنضيف 2 وهون 2. ليش؟ مشان تروح 2 مع السالب 2. شو بضل بالوسط؟ بضل 7 إكس، وهي بتصير سالب 2 وموجب 2 0، وخمسة وموجب 2 7. أصبحت عندنا أسهل. الآن كيف نتخلص من العدد 7؟ إحنا بدنا نخلي إكس بالوسط، نقسم كله على 7، هون على 7 وهون على 7 وهون على 7. بتروح 7 مع 7 تبقى إكس لوحدها، كمان نريد 0 على 7 معروف أي عدد 0 على أي عدد يساوي 0، سبعة على سبعة واحد. إذا مجموعة الحل من صفر لواحد، مغلقة عند الواحد مفتوحة عند الصفر.
إذا حل المتباينة يشبه تماما حل المعادلة. وشكرا لكم.